انتشار واسع لهاشتاغ أوقفوا خطف أطفالنا احتجاجاً على قضية سحب أطفال من أصول مهاجرة في السويد من قبل مصلحة الخدمات الاجتماعية أو ما تعرف بسوسيال. الأطفال الذين لم تشفع لهم صرخاتهم انتزعوا من حضن أهلهم للعيش في بيوت عوائل أخرى زادت في الآونة الأخيرة. وحجة الجانب السويدي هي سوء معاملتهم من قبل أهاليهم. فالأرقام تشير إلى أن أكثر من 30,000 طفل تم سحبهم من أهليهم العام الماضي وتم إيداعهم عند عائلات مضيفة أو في دور رعاية. خاصة بشكل دائم يستحيل بعدها عودة الأطفال لأهاليهم أو بشكل مؤقت لينتهي التحقيق. الأمر لا يقتصر على العائلات ذات الأصول المهاجرة، بل إنه يشمل العائلات السويدية أيضاً، ولكن بحسب المنظمات مقابل كل طفلين أجانب تم سحبهم سحب طفل سويدي واحد. تشير بعض التقارير إلى أن الأمر قد يكون دافعه تربح العائلات الحاضنة البديلة وكذلك الشركات الخاصة، إذ يدفع أو يدفع عن كل طفل مبلغ 4,000 دولار تقريباً شهرياً. السياسي السويدي أوفيس فيدين كشف في كتابه تجارة الأطفال المربحة عن معلومات خطيرة حول نشاط سوسيال، متهما قيادات في المؤسسة بالإتجار في الأطفال واستغلالهم جنسيا. ولكن كيف يمكن أن يكون ذلك في بلد معروف باحترام حقوق الإنسان؟ السويد بالفعل نادين دولة نموذجية من حيث المبدأ. كم ولد؟ اثنين. ست سنين ما انك شايف فيهم. يرجعونا اولادنا. كم طفل اخذين لهم؟ ثلاث اطفال. قديه صار لهم عند الدوله؟ 4 سنين. ما عاد بدي دنيا، ما عاد بدي شيء، بدي بس اولادي، بس بدي اشوفهم. هالدنيا ما عندي غير اطفالي وبس. صار لها 5 سنوات عند السوسيال. بدنا نرجع أطفالنا. نحن ما بنتنازل عن روحنا. نتنازل عن روحنا ونتنازل عن أطفالنا. بدنا أطفالنا. كمان هي أخذين طفلة لألا. فنفس الموضوع، يمكن الوجع للكل هون. الله يفرجونا إياهم. شوف. يا برلمان السويدي. أنا أشد أي إنسان. حكومة السويدية تعالوا نشوفهم سوسيال. قالك شو سوى بالأهالي. نطالب بإلغاء قانون الاحتفاظ بالأطفال ودراسة الاحتفاظ بهم وحرمانهم من أهاليهم. من شمال السويد ينضم إلينا اللاجئ السوري طلال دياب. طلال، يسعد صباحك، أهلا بك، شكرا على تواجدك معنا. يعني تفاعل كبير مع قضية سحب الأطفال في السويد، في بلد يعتبر بلد الحرية والديمقراطية والمراعاة لحقوق الإنسان. ما الذي يحصل خصوصا أن لك تجربة شخصية مع الموضوع؟ نعم، أنت أول شيء شكرا لكم لبرنامجكم، وأدي شكر ثاني للأخ جورج توما اليوتيوبر اللي حسن يوصل صوتنا بعد هالسنين هاي اللي فاتت علينا. طيب ما الذي يحصل يا طلال، وما الذي حصل معك؟ سيدتي، أنا بعد ما جابتني الأمم المتحدة على السويد سكنوني في منطقة باردة بشمال السويد بدون أي تعليم، بدون ما ندخل المدارس. عشت بالسويد 8 شهور وتحجج علي السوسيان وتم شيل أطفالي 4 من أسرتي من منزلي. تركوني أنا وزوجتي بالمنزل وأخذوا الأطفال، قالوا على طريق المحكمة أنه بترجع أطفالك. جاهدت على طريق المحكمة أكثر من 3 سنوات لما أخذت نتيجة. بعد 3 سنوات الله رزقني الطفل. الطفل من غرفة العمل، من غرفة المشفى أخذوه منا. كمان أنا ما بعرف هذا الطفل كيف شكله، ما فرجونا إياه لا إلي ولا طيب طلال، السويد معروفة من أنها أكثر دول العالم أمانا واحتراما لحقوق الإنسان وخصوصا الأطفال. أحاول أنا بس أفهم معك، أنت بتقول إنه من 3 سنين إجاك طفل وما بتعرف شكله، في نقاط معينة الحكومة السويدية بتتخذها إنه بقولوا لك إذا شعرت إنه في خطر على الطفل، إذا شعرت إنه هذا الطفل لا يعيش في ظروف جيدة، هي مضطرة إنه تسحبه، وهذا قانون ينطبق على السويديين كمان. أنتوا كيف بتشوفوا هذا الموضوع؟
هيدا تحميهم لهدول الأطفال، توفر لهم حياة أفضل. نعم سيدتي، طبعا من كل الجنسيات من كل الطوائف عم يتم سحب أطفال. أنا كلاجئ جيت من عذاب حرب وهجرة، ويعني جيت ما حسيت بالأمان. 8 شهور صار عندي شيء أسوأ من الحرب اللي كنت عايشه. بعد 8 شهور سحبوا لي أطفالي، والمعاناة اللي عشتها أسوأ من المعاناة. طلال سحبوا أول بعد 8 شهور من قدومي على السويد 4 أطفال. بعد ما سحبوهم ب3 سنوات جاني طفل كمان من المستشفى تم سحبه، ولم أراهم كلهم منذ تقريبا من 2018 ما شفت أطفالي نهائي. طيب طلال أطفال. حجة الجانب السويدي هي سوء معاملة الأطفال، لذلك يتم سحبهم. طيب يتم سحبهم بشكل دائم أو يتم سحبهم بشكل مؤقت حتى يحصل تحقيق؟ هل حصل تحقيق معكم؟ ما في تحقيقات. طبعا أنستي أثناء التحقيق حتى أول ما شالوا أطفالي جابوا الأطفال لقاء أنا والأطفال. الأطفال كانت تبكي علي وعلى زوجتي، بابا بنروح معك على البيت ليش عفتونا. بنتفاجأ السوسيال بيكتب تقارير بيوديها للمحكمة إنه الأطفال خايفين مني ومن زوجتي. يعني بيغلبوا دائما، بيكتبوا للمحكمة الكلام اللي بده إياه موظف السوسيال. أها بس طلال أنا بدي أفهم عليك، أنت بتقول عنه أولادك الأربعة أخذوهم، كل أطفالك؟ في عندك أطفال غير هدول الأربعة؟ زوجتي حملت بهاي الفترة، أنا صلي من 2017. يعني أنت هلأ بالبيت أنت وزوجتك عايش، ما عندك أطفال بالبيت؟ ما عندي أطفال. أخذوا كل الأطفال. طب كيف ظروف حياتك طلال؟ ظروف عيشتك؟ طبعا ظروف عيشتي حتى ما يعني بكاء، وبتخيل أطفالي بكل مكان. أنا لحتى ثياب أطفالي لحد الآن من 2018 أنا ما غسلناهم، شغلتنا بس نشم ريحة أطفالنا. وللأسف بدلت 12 محامي ما كنت أستفيد شيء. الإعلام العربي بالسويد كنت بتواصل معهم بال 2018 ما حدا يرد علي. طيب هل عندك معلومات يا طلال عن أولادك؟ يعني في أولاد يأخذوهم لدور رعاية خاصة في السويد، وفي أولاد يتم منحهم لعائلات سويدية، عندك فكرة وين أولادك؟ أولادي طبعا إجاني بريد على البيت أنه أولادي تم إعطائهم لأسر سويدية. طب طلال أنت من كمان بدنا نفهم أكثر بالأساس ليش سحبوا الأولاد؟ يعني لما إجت الحكومة وقالت بدنا نأخذ أولادك، وبعد ما ولد كمان طفل بعد 3 سنوات أيضا تم أخذه، ليه بالأساس؟ نعم سيدتي، أنا أول ما أجيت على هاي البلد يعني عاملوني مثل اللي عايش 40 سنة بهاي البلد. أنا جيت ما عندي لغة، ما بعرف شيء بهالبلد، لسه ما اندمجت بالمجتمع. وهون أي غلطة يعني إذا يعني يصير أي صوت أو أي شيء راح الولد. أي شيء غلطة؟ طب طلال بس حتى نوضح، معروفة السويد أنها أكثر بلد أوروبي وفي العالم احتراما لحقوق الإنسان ومساعدة للاجئين، يعني وفرت لك بيت لما وصلت، إيش الغلطة إيش كانت؟ وفرت لي بيت بس حطوني بأقصى شمال السويد، ولكن بيت بس ما في لغة، ما عندي لغة، ما حدا ساعدني باللغة، ما حدا بالمدارس. أول ما دخلنا المدارس ما علمونا اندماج المجتمع، علمونا شو اسم البطاطا وشو اسم الموزة شو اسم التفاحة. طلال يعني هذا اللي علمنا إياه. طلال مش في اليوم زي يعني شرخ ثقافي بين اللاجئين اللي بيروحوا بيلجأوا نظرا لظروف الحرب وبروحوا قصرا على بلاد تانية أوروبية، وبين كيف قوانين دولة أوروبية؟ في ناس ممكن تيجي تقولك إنه هاي قوانين دولة أوروبية تفرض على الجميع، بالتالي أنا سأذهب إلى هذه البلد سأحترم القوانين وسأحتكم لها، شو بتقول أنت أيضا؟ أنا نعم بدي أحترم هاي القوانين، بس سيدتي أنا جيت على السويد واجب أني بندمج بالمجتمع، يعني بدرسونا شو حقوقنا، شو لهم حقوق عنا، شو إلنا حقوق عندهم. يعني أنا جاي كلاجئ، يعني أنا هارب من حرب، هارب من تهجير، من خيم، ماشي يعني لازم أغلى شيء، يعطونا دروس، يعطونا شيء مشان نحن بنعرف. أنا لحد الآن والله يا سيدتي شو هو الغلط اللي أخذوا الأطفال فيه لحد الآن ما بعرف. يمكن ما كنت تشتغل يا طلال، يمكن ما كنت قادر توفر لهم شو بيحتاجوه.
سيدتي بالنسبة للشغل أنا 8 شهور، يعني 8 شهور كنت إذا أطلع من بيتي أضيع، ما بعرف أرجع على بيتي. يعني بلد سيدتي أنتي تعي عيشي بالسويد لفترة 8 شهور ومعك أطفال، دغري بدك تعيشي مثلك مثل كل المجتمع السويدي. وأنا جاي من بلد حرب. يعني أنا طب طلال أنت هلأ بتشتغل، قدرت توفر وظيفة؟ ما بحسن أنسى، أنا أطفالي بأطفالي أنا من هني حلمي بهالحياة، هني أجمل شيء بهالحياة. أنا بس مرضان وسترس، بس بدي أطفالي بدي أشوفهم. طب ما بتعتقد إنه إذا توظفت بمكان هيك على قد حالك قدرت تطلع شوية مصاري ممكن تقدر تكون قضيتك أقوى وتقنع الحكومة تسترد أطفالك؟ سيدتي يعني أنا اشتغلت لمدة سنة بشركة سيارات، هون موظف السوشيال دائما يحطم الأم والأب نفسيا. أنا وبالشغل بيتصلوا فيني بيقولوا لي ابنك مبارحة ما نام، ابنك استفرق، ابنك كذا. أنا يكون صار لي سنتين ونص ماني شايف أطفالي. طيب ليش؟ قال والله بسببك أنت، بسبب الأم، بسبب العنف. تصوري في عندي بنت نحن بنسميها بنغولية ما تحكي، يعني ولحد الآن ما تحكي، ما يعني ما تتكلم. بيقولوا بنتك حكت. نعم. طيب يا طلال احنا مضبط وعملنا العمليه، الله يفرح عيونك بشوفتهم ان شاء الله ويرجعوا لاحضانك انت وزوجتك. الله يسلمك يا رب. شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا. اللاجئ السوري طلال دياب حدثنا من شمال سويد. شكرا. تفضل، بدك تقول معلومه ضروريه لازم احكيها. قول. انسى بالنسبه بعد ما طلعنا هي يعني الاعتصام ونطالب باطفالنا وباطفال العائلات، صاروا يقولوا عنا انه نحن منظمات او ارهابيه او كذا، صاروا يسلطوا كل الاضواء علينا ونحن صراحه صرنا نخاف على حالنا في ملايين العائلات. طيب احنا بنشكرك جزيل الشكر طلال دياب من شمال سويد اللاجئ السوري. شكرا طلال.